هنخلي الابعاد 35 سم في متر عشان ينفع تتركب على العمود. بص هقول لك، هنتقابل النهارده في الورشه الساعه 8:30. السرعه دي هتكون تقريبا 340، بس احنا برضه هنقيس. احنا ممكن تطلع قد ايه؟ 350. ده مش بطال يعني، انا شايف ان الباور ديت ممكن تغطي نقطه العمود بالونت الصغير. احنا عندنا طرق سريعه كتير في مصر على سرعتها وعاليه جدا، ليه ما نشوفش المشروع دوت يتنفذ على كل الطرق دي كمان 5 سنين؟ وقتها هنقدر نغطي جزء كبير قوي من الكهرباء اللي بتنتج في مصر. 6% من انتاج الطاقة في مصر بيروح في إنارة الطرق العامة. الصيف اللي جاي هيكون عندنا عجز 16%. مشروعي اسمه الهاي واي تيرباين، لو اتنفذ على 50% من الطرق السريعة هيقدر يوفر 30% من العجز. على سنة 2020 لازم نكون بنوفر 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة علشان نقدر نغطي احتياجنا من الكهرباء. أنا اسمي خالد وده مشروعي.